ماذا فعل يزيد بعد قتل الإمام الحسين بأهل مكة والمدينة؟ بعد وفاة أبيه معاوية حاول يزيد أن يأخذ البيعة من المسلمين له بالقوة والإكراه فكتب إلى عامل أبيه على المدينة خالد بن الحكم يخبره بوفاة أبيه ويطلب منه المبادرة إلى إجبار الناس على البيعة له. واخذ الايمان المغلظه عليها. كتب يقول بايع لنا قومنا ومن قبلك من رجالنا او بايع لنا قومنا ومن قبلك من رجالنا وليكن اول من يبايعك الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير هؤلاء زعماء المسلمين كانوا. ويحلفون على ذلك بجميع الايمان اللازمه ويحلفون بصدقه اموالهم غير عشرها اذا نكثوا البيع يعني وجزيه رقيقهم وطلاق نسائهم بالثبات على الوفاء بما يعطونه من بيعتهم كما يقول ابن قتيبه الدينوري في كتابه الامام والسياسه جزء واحد صفحه 175 وكما هو معروف فقد رفض الإمام الحسين البيعة ولجأ إلى مكة ثم خرج إلى العراق بعد أن كتب إليه أهل العراق يحثونه على القدوم عليهم إلا أن جيش يزيد قتله في كربلاء مع أهل بيته وسبعين من أصحابه في العاشر من محرم سنة واحد وستين للهجرة ولما قتل ولما قتل عبيد الله بن زياد الحسين و بعث برؤوسهم قتل الحسين واهل بيته يعني واصحابه بعث برؤوسهم الى يزيد بن معاويه فسر بقتلهم اولا وهو كان امر بذلك وحسنت بذلك منزله عبيد الله عنده ثم لم يلبث الا قليلا حتى ندم او تظاهر بالندم على قتل الحسين وذلك بعد ان استعظم الناس قتله واخذ وأخذوا يلعنون قاتله وهو يزيد أيضا أخذ يلعن قاتله كما يقول الطبري يلعن قاتله ابن مرجانة ابن زياد يعني عبد الله بن زياد ويلقي باللوم عليه ويتهمه بزرع العداوة والبغضاء في قلوب الناس ضده ولكنه لم يتخذ أي إجراء عقابي تجاهه أبقى في مكانه أيضا كما يقول الطبري في تاريخ الأمم والملوك المجلد الثالث صفحة 365 ولم تلبث المدينة المنورة أن ثارت على يزيد بقيادة عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري واستقل عبد الله بن الزبير بمكة يقول الطبري أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له أن لك من أهل المدينة يوماً فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة أو عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لنا فأرسل يزيد مسلم بن عقبة إليهم وقال له انهض إلى ابن الزبير في مكة واتخذ المدينة طريقا إليه فإن صدوك أو قاتلوك فاقتل من ظفرت به منهم وانهبها ثلاثا فإذا قدمت المدينة فمن عاقك عن دخولها أو نصب لك الحرب فالسيف السيف أجهز على جريحهم وأقبل على مدبرهم وإياك أن تبقي عليهم وإن لم يتعرضوا لك فامضي إلى ابن الزبير كما يذكر ذلك الطبري في تاريخه في المجلد الثالث صفحة 353 والدينوري في الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 179 ولما كانت المدينة في طليعة الثائرين على يزيد اشتبك مسلم مع أهلها في حادثة شهيرة تسمى واقعة الحرة ودخل بعدها المدينة وأعمل في أهلها السيف فقتل يومئذ من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس سبعمائة رجل وسائرهم إذا قتل في كربلاء سبعين قتل في المدينة سبعمائة من المهاجرين والأنصار وسائرهم من الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان وقتل بها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ثمانون رجلا ولم يبق بعد ذلك بدري أبادهم تماما ثم انتهبوها ثلاثة أيام كما يقول الدينوري في الإمام والسياسة جزء واحد صفحة 188 والسيوطي جلال الدين في تاريخ الخلفاء صفحة 194 و 195 ودعا مسلم ابن عقبه او عقبه الذي اصبح يعرف منذ ذلك الحين بمسرف ابن عقبه دعا الناس للبيعه على انهم خول ليزيد ابن معاويه عبيد يعني يحكم في دمائهم واموالهم واهليهم ما شاء فمن امتنع من ذلك قتله كما يقول الطبري في تاريخه مجلد الثالث صفحه 359 ومضى مصرف ابن عقب عقبة بعد ذلك صوب مكة لحرب ابن الزبير فمات في الطريق وذلك سنة 63 للهجرة ولكن الجيش استمر إلى مكة فحاصروا ابن الزبير ونصبوا المنجنيق على أبي قبيس جبل أبي قبيس يرمون الكعبة كان متحصن فيها عبد الله بن الزبير فجاءهم الخبر بموت يزيد بن معاوية وانصرفوا وكفر الله المؤمنين القتال